توسيع الإنتاج الفلاحي لاقتحام الأسواق الأجنبية والأوروبية على وجه خاص، واغتنام فرصة النقص الذي تشهده العديد من البلدان في الخضر والفواكه، لا سيما أمام استعداد القائمين على سوق روجانس الفرنسي المعروف، والذي يوزع ما بين 400 ألف إلى 500 ألف طن يوميا لاستقبال المنتوج الجزائري. اليوم بالضبط تلقينا اتصالات من جزائريين موزعين وتجار جملة في أوروبا وبالضبط من فرنسا يطلبوا منتوجات فلاحية جزائرية. وعلاش هذا الطلب هذا الكبير وراح يزداد وممكن عند البعض مفاجئ؟ لأن المنتوجات الفلاحية في أوروبا وفي الكثير من دول العالم راح تنقص نتيجة أولا كوفيد 19، الأزمة مع روسيا أوكرانيا، ارتفاع أسعار الطاقة أيضا اللي أثر بزاف على الفلاحين المزارعين في أوروبا ومن بينها معناتها فرنسا، حتى أن بعض الدول في أوروبا الشمالية ليبيبا راح توقف التصدير نتاعها نحو السوق الأوروبية، معناتها نحو جيرانها من الدول الأوروبية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي نتاعها. إذن هذه من جهة فرصة للمنتوج الجزائري الفلاحي لاقتحام السوق الأوروبية وخاصة الفرنسية. تكتل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتنظيم عملية التصدير والتعريف بالمنتوج المحلي يعتبر ضرورة لتجميع المنتجات وتسويقها. شبكة التوزيع في فرنسا بالمنتجين الجزائريين هذا أولا، ثانيا إيجاد إطار للمتعاملين ليلتقوا فيه يتبادلوا المعلومات، معناتها المعلومات توصلهم بسرعة عن حاجة الأسواق، عن الفائض، عن الأسعار إلى آخره. وإن شاء الله أيضا من خلال هذا هنا باش التجار نتاعنا اللي يبلغ عددهم كبير، عند كان عدد كبير من التجار الموزعين تاع الجزائر في الخارج لكن مش منظمين مش مهيكلين، إن شاء الله بهذه الفروع نتاع الجمعية اللي في الخارج يكون معناتها نستطيع أن نربطهم بالاقتصاد الوطني. هذا ويتوقع متتبعون لشأن الاقتصادي أن يعرف الموسم المقبل عجزا في منتوج الطماطم والبطاطا ما دفع عدة دول على غرار تركيا ومصر والمغرب للشروع في دعم إنتاج هذه المنتجات وتوجيهها للتصدير لاحقا.